هل الانفتاح العربي على سوريا برأيك يعني أنه انتهت الحرب السورية لصالح الرئيس بشار الأسد، وأنه العرب ينفتحون بلا قيود ولا لا؟ وبعد بكير لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. أول شيء مساء الخير أستاذ سامي، تحياتي لك ولضيوفك الكرام جميعا، تحياتي لمشاهدي قناة الجديد، وأشكركم على الاستضافة. هلا بالمجال العام يعني بكير لسه نحكي عن عودة النظام لجامعة الدول العربية. كلنا اليوم نخضع أو سوريا تخضع لقطع علاقات أو تعليق وجودها، وحتى لما كانت العلاقات مقطوعة أو تعليق عضويتها بالجامعة العربية ما بيعني إنه كل الدول العربية كانت موافقة، كان في قسم رافض واستمر في علاقاته. أيضا العلاقات الأمنية لم تنقطع مع من علق ومن لم يعلق، لكن اليوم واضح من إنه في مزاج عربي للنظام العربي. يعني اليوم ما يحصل في الحرب الأوكرانية الروسية وموقف الغرب وما أثره على الطاقة وعلى معظم ملفات العالم، ما يحصل في الاحتدام ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الموقف الأمريكي من ملفات هامة في المنطقة وأهم ملف هو إيران، أعطى صورة من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبحث عن الأصدقاء والحلفاء بقدر ما تبحث عن مصالحها. لذلك وجدنا من أن هناك نوع أنا سميته التمرد في المنطقة، بدأ في تركيا وانتقل إلى الدول العربية، لكن يبقى هناك سقف لهذا التطبيع أو لعودة النظام من أن هناك. ما هو السقف؟ ما هو السقف سيادة العميد؟ يعني السقف هناك قرارات على مجلس الأمن، هناك قرارات على الأمم المتحدة، هناك بنود وضعت وقرار 2254 والانتقال السياسي وملف إعادة الأعمار و800 إلى 1 تريليون دولار وعملية سياسية وعملية انتقال سياسي، ملف المعتقلين، ملف النازحين والمهجرين واللاجئين. هذه الملفات لا يمكن لدول المنطقة أن تتعاطى معها، لا يمكن تعويض بإعادة أعمار بمبلغ وفق تقارير الأمم المتحدة ما بين 800 مليار إلى 1 تريليون. طيب سيادة العميد الآن أوكي، الآن إذا سمحت لي، يعني السعودية فتحت العلاقة مباشرة وصار في زيارات لوزيري خارجية البلدين، الإمارات استقبلت الرئيس السوري كما يستقبل أي رئيس عالمي وليس فقط عربي بحفاوة كبيرة، الآن اجتماع عمان يعني عمليا ما عاد أحد من العرب يتحدث عن إسقاط النظام السوري أو أنه إلزام النظام بتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة للمعارضة وما إلى ذلك. أنتم كمعارضة عمليا هل تشعرون بالقلق؟ هل تشعرون بأنكم قادرون بعد على التحرك، خصوصا إذا تصالح التركي كمان، لأنه الآن بدأت اجتماعات وزراء الدفاع وربما ننتقل إلى وزراء الخارجية وبعدها في حديث عن قمة بين الأسد وبين أردوغان، يعني ما هو مصير المعارضة بكل هذا الذي يجري؟ وهل قمتم باتصالات مع دول عربية مثلا لفهم؟ يعني سؤالك يأخذني على ثلاث اتجاهات بدي أحاول اختصر قدر الإمكان. نعم. أولا التطبيع العربي حتى الآن يصطدم بسقف من أن نظام الأسد يعني لا يبلغ قرار حتى الآن مرجعية الأمة في طهران أو في موسكو، وبالأمس وفق معلومات مسربة من الاجتماع الرباعي مع فيصل مقداد في عمان من أنه خرج مرتين على الأقل من الاجتماع لإجراء اتصالات والعودة، وهناك ما قال أن الاتصالات لم تكن مع دمشق. هذه نقطة. عملية العودة العربية أيضا تحكم لشروط، يعني مع مين كانت يعني هل مجانية. تقصد السيد العميد هل تقصد أنه راح اتصل بالإيرانيين، يعني هذا ما تريد أن تقوله؟ أنا لا أستبعد هذا الأمر تماما، اليوم نعرف أن قاسم يعني قاني هو الحاكم العسكري في سوريا وتخضع له السيادات السياسية والعسكرية والأمنية، ولا يمكن اتخاذ أي قرار حتى اقتصادي دون العودة إلى إسماعيل قاني أو الحرس الثوري الإيراني. أعود للقول أن العرب وضعت شروط هي لا تقدم هدية مجانية، حتى الدول التي رفضت وهي خمسة على الأقل اليوم تقول ما الذي تغير من عام 2016 عندما علقنا عضوية سوريا حتى الآن كي نعيده إلى الجامعة العربية، إلا إذا كان الهدف مكافأة النظام على ما ارتكبه من جرائم ومجازر خلال 12 عام. النقطة الثانية أن الدول العربية أرادت تهدئة الأوضاع عبر طرح شروط أيضا على النظام يجب أن يتجاوب إليها، لكن واضح أن النظام
غير قادر، يعني حتى أبسط مطلب وهو المخدرات خلال الأسبوع الماضي فقط قبضت 3 شحنات، واحدة في الإمارات، 2 في المملكة العربية السعودية. بالأمس أثناء اجتماع الوزراء في العمان ضبطت السلطات الأردنية شحنة على الحدود السورية. سيادة العميد إذا بتسمح لي، يعني انتقلت المطالب من إسقاط الرئيس السوري، النظام السوري كله، إلى أن وقف الكبتاغون عمليا، وهذه مسألة بتصير يعني سهلة الحل، ما بتعود مشكلة كبيرة. الأمر الثاني أنه الآن مع إقرار عربي في مؤتمر عمان بعد الاجتماعات اللي حصلت بالسعودية أنه يجب خروج كل القوات غير المشروعة، يعني عمليا التركي والأمريكي أيضا مشمولين بهذه القوات. أنا هنا أسألك، هل لدى المعارضة بعد أي مجال لتغيير مجاري الأوضاع مع الدول العربية أو مع تركيا؟ لأنه بعد في اعتراض عربي بسيط، يعني إذا تحدثنا ربما عن قطر، عن بعض التيارات في الكويت، ربما عن بعض التيارات في المغرب، ولكن بشكل عام القطار العربي صار عمليا، والتركي قد يسير. وإذا المعارضة تقدمت في تركيا فهي أول مطالبها إعادة العلاقة مع سوريا عمليا، ماذا ستفعلون؟ استاذ سامي، أول شيء أني أنا أنسى كل الشروط العربية وأحصرها في ملف الكبتاغون أو المخدرات واعتبرها هي آخر المطالب العربية، يعني بعتقد أنا بكون صغرت كثير قضية الشعب السوري. لا، المطالب العربية أكبر من هيك، هي تتحدث عن قرار 1254، تتحدث عن انتقال سياسي، تتحدث عن معادلة جديدة في سوريا، تتحدث عن تموضع السوري. لا يمكن لسوريا أن تكون في كنف المشروع الإيراني وتشكل بؤرة واختراق للأمن العربي، وبالتالي إضافة لمطالب الشعب السوري هناك مطالب عربية. هلا بالنسبة لخروج القوات، بالتأكيد هناك خلاف وجهة النظر. أولا نحن بالنسبة لنا كمعارضة لا نعتبر أن النظام الشرعي يمنع الشرعية إن كان لحزب الله أو لإيران أو لروسيا، وبالتالي نعتبر كل من يتواجد على الجغرافيا السورية غير شرعي بما فيهم نظام الأسد. النقطة الثالثة حول المعارضة، استاذ سامي خليني أكون معك واقعي شوي. أنا بالتأكيد لا أتحدث عن المعارضة من أنها ملائكية ومن أنها استطاعت إدارة الملف، لا بالتأكيد هناك أخطاء جمة ارتكبت من قبل المعارضة. المعارضة راهنت على الحق السوري، راهنت على الأخلاق، راهنت على المبادئ، ونسيت أن الدول تتعامل بالمصالح وليس بالمبادئ، وبالتالي لم تستطع أن تبني تقاطع مصالح وتشابك مصالح. اليوم أعتقد هناك نوع من إعادة ترتيب الأمور. أنا لا أنكر أننا بحاجة لإعادة هيكلة المعارضة من جديد، وأن من نصف في المشهد المعارض في الصورة العامة لم يكن بقرار شعبي، بل كان بقرار من السفارات وأجهزة المخابرات. لذلك اليوم نشاهد من أن المطالب تنحصر في إعادة هيكلة المعارضة ومن ثم بناء علاقات. حتى المعارضة الموجودة حاليا وجدنا تحرك، يعني رئيس الائتلاف ورئيس الهيئة التفاوضية كانوا في المملكة العربية السعودية بالأمس وأول أمس. صحيح. كان هناك صحيح. رئيس الائتلاف ورئيس الهيئة التفاوضية ورئيس اللجنة الدستورية، وكانوا في لقاء مع مساعد وزارة الخارجية الأمريكية، والتقوا مع أعضاء من الكونغرس. صحيح. والسيناترات. على كل حال الآن صحيح أكثر ما يعول على السعودية ومصر في ترتيبات سياسية إذا صح التعبير.